حاليا يقدر يمارس عمله السياسي لانه لحد هذه اللحظه لم يصدر عليه عقوبه وفق جنحه او جنايه او عقوبه جزائيه لحد هذه اللحظه. هو قرار المحكمه واضح بانهاء عضويته من مجلس النواب، لكن هو بالامكان ان يمضي في عمليه الانتخابات، في عمليه اداره حمله الانتخابيه كما يعني كانما يعني شخص عادي وغير نائب. استاذ حسن، تعتقد راح يقدر يمارس عمله السياسي وفق يعني نائب سابق جنابك القانون طلع على القوانين؟ لا، انا عضو لجنه قانونيه. عضو لجنه قانونيه. هو يعني هو ما مرشح حتى تقول يمارس. لا يمارس عمله السياسي كرئيس حزب، وهذا الحزب باقي. هو جايف رئاسة الحزب والعمل السياسي اي واحد يقدر يمارسه. تمام.